باب السلام، ارجع اليوم السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ قد تتعجب اول مرة، قد ترى ردا سيئا، قد ترى ان ممكن تمد يدك اليها لا تمد يدها، لان انت ما عودتها على المصافحة قبل ذلك. صحيح انت صفح زوجتك ولا من صفحات؟ سؤال بريء يعني، مش غزينا حاجة يعني والله. هو يعني يجوز ولا ما يجوز الاول؟ يعني بتسلم على زميلتك اسماء وزميلتك خولة وزميلتك بلوة وزوجتك، يا اخي سلم عليها، مد يدك، سبحان الله، امدد يدك. ما من زوج يدخل بيته ويسلم على اهله ويصافحها يربت على يده الا تحاتت ذنوبهما كما تحات ورق الشجر في اليوم الشاتي. في حد مننا عايز الذنوب ما تتحتش منه؟ يا اخي فرصة هي، ودي من غير ما تدفع فيها فلوس، صح ولا لا؟ يعني فرصة مجانية، لا عايزة منسق حدائق ولا واحد بتاع لاندسكيب يعمل لك الدوار، او وقعت الايه الذنوب ان شاء الله رب العالمين. فابدأ بتطبيع عملي.